ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنشرح تمر البيض. وسريعا كده هشرح ايه هي تمر البيض. التمر عامه بتبقى طريقه استخدمت في فن التصوير الجداري باستخدام زلال البيض اللي هو صفار البيض وخلطه بالالوان مع شويه ميه. واستخدمت الطريقه دي في العصور الوسطى اوائل عصر النهضه، وعرفها الفراعنة واستخدمت فيها مواد لاصقة زي الصمغ الطبيعي وبيض البيض، وهي عبارة عن ملونات جافة معالجة بمستحلب وتعجن بالماء، ولها قدرة كبيرة على تغطية الوسط الذي ترسم عليه ويمكن الرسم بها على الورق الخاص بالرسم بدون تحضير. الأصل اللي وجد في فن رسم التمبرا في الزخارف التوابيت الفرعونية، ده أصل تمر البيض، وأشهرها مومياوات وجوه الفيوم. بنحضر الغير المخفف. أول حاجة بنحط الغيرة في حمام مية وبنحطه على النار علشان يدوب. بعدها بندهن طبقتين من الغير المخفف ده اللي بيكون دافي على سطح الخشب اللي احنا هنرسم عليه علشان نقفل المسام. علشان نحضر اللوحة بنجيب الأول اللوح الخشب، وبعد كده بنبدأ نعمل الجيتسو. مقاديره بتبقى غير مخفف وسبيداج، وتيتانيوم. بنحط الأول المقادير في وعاء بنسبة 1:1:3، وبعد كده بنحطهم على النار ونقلب كويس جدا علشان نتجنب الفقاقيع. وبعد كده بناخد بقى اللي احنا عملناه ده ونحط طبقة من الجيتسو بيكون دافي مع استخدام فرشة عريضة. وبنسيبها تنشف، وبعد كده بنحط طبقة تانية من الجيتسو علشان يكون المسام تكون كلها أخدت الطبقتين. دلوقتي هنرسم الاوتلاين بتاع الرسمة اللي عايزين نعملها. ممكن نعملها بطريقة التتريب او نرسمها بايدينا عادي، واحنا هنا قررنا ان احنا هنرسمها عادي.
بتحضر صفار البيض. تحضير صفار البيض بيبقى بيتم فصل الصفار عن البياض في وعاء، وبنحط مية بنسبة 1:1 للصفار ونقطتين خل. وبكده يكون الصفار جاهز للاستخدام مع الأكاسيد. بعد كده بنمزج الأكاسيد أكسيد اللون مع الصفار بعد تحضيره بالطريقة اللي احنا قلناها من شوية. وبكده يكون اللون جاهز للاستخدام. وبعد كده بنبدأ مرحلة التلوين من الأول للآخر.
وبس كده دلوقتي نكون خلصنا الرسمة. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح ويكون كل حاجة كانت واضحة. باي باي.